أكدت وزارة الصحة يوم أمس وهو عدم تسجيل أي حالات غير طبيعية لمرض الجرب في البلاد، مشددة على أن ما يتم تداوله بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح. وكيل وزارة الصحة دكتور مصطفى رضا ذكر أن ما أشيع من تفشي مرض الجرب في الكويت يعتبر غير صحيح، ومؤكد أيضا أن إدارة الصحة العامة تتولى مراقبة الوضع الإقليمي بكل دقة. نعم بسام، وأضاف رضا أيضا أن لدى الوزارة خطط وقائية للتعامل مع مثل هذه الأمراض الوبائية في حال حدوثها، مطالبا وسائل الإعلام بأن تجري بدقة عند نشر معلومات قد تسبب الهلع بين المواطنين والمقيمين. في الدول المجاورة وصلت الأرقام إلى المئات، اوكي، وتم التحكم فيها، ولكن احنا عندنا تعد على الاصابع وهو معدل عادي لا يتحمل التاويل الى 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 هذا المستوى، ولكن احنا وجودنا هنا لما ظهر في احد وسائل الاعلام من تكبير للموضوع بشكل غير طبيعي وغير سليم. بالنسبه لما اثير كذلك من عدم توفر الادويه الخاصه من مراهم وسبريز وأدوية أخرى لعلاج مرض الجرب، فهذا أيضا غير صحيح وعار عن الصحة. المخزون في مستودعات وزارة الصحة يكفي أكثر من 6 شهور، وقد أبلغت أنه يكفي أكثر من 8 شهور. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا إن شاء الله دكتورة نورة الصليبي، استشاري الأمراض الجلدية البورد الكندي. بداية صباح عليك بالخير دكتورة نورة، سعداء جدا بوجودك معنا في برنامجنا العالم هذا الصباح. أهلا، صباح النور. الإشاعات تنطلق بكثرة، ودائما نحن نقول الإشاعة صارت في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم وفي الإعلام، تنتشر انتشار النار في الهشيم من دون التأكد ومن أخذ الحيطة والحذر في هذا الموضوع، ولكن جميل هذا الحرص من المجتمع. صحيح. أن الواحد يحاول يطمن الآخر، نحن نبي نطمن من أصحاب الاختصاص. صحيح، الجرب من الأمراض اللي نشوفها عادة موسمية، يعني مجرد ما يخلص الشتاء ندش بالصيف بالخريف. ليش؟ بسبب المواسم الموجودة. جميل. فعادة تكون بعد انتهاء المخيمات، ردم السفر، لأن أسبابها موجودة. شنو الأسباب؟ إن مثلا يأخذوا مخيم ما حرصوا على أن المخيم يكون نظيف، راحوا وسافروا في أماكن فنادق درجة أولى، فنادق درجة ثانية. عادة هذه حشرة تكون تحت جلد الإنسان وتعيش وتقتات من الإنسان وتعيش تقريبا 2 أو 3 أيام خارج جسم الإنسان. فإذا الإنسان ما حرص على أن المكان يكون نظيف ممكن تنتقل الحشرة هذه. طبعا هذه مصادر حصول الحشرة هذه، ممكن أم توها جلبت خادمة جديدة البيت، أحد زارهم بالبيت جديد، هذا يكون مصدر للحشرة التي لهم بالبيت. شنو السبب اللي خلى الحشرة هذه تأتي؟ عادة في بعض الأماكن، في أماكن موبوءة بالحشرة مثل في مناطق بآسيا بأفريقيا الحشرة هذه موجودة. ما نقدر نعتبرها وباء، الوباء لازم ريكوردز، لازم حالات مسجلة ومثبتة وفي إثبات فعلا. لأن مرات إحنا نشوف بالعيادات الجرب، عادة المريض شنو مشكلته؟ حكة بالليل، تعال الليل والله دكتورة ما نام، عيالي ما ينامون، أكثر من شخص. هذا يجرني لسؤال دكتورة نورة، شلون الإنسان العادي يستطيع أن يفرق ما بين يعني التقشر الجلدي مثلا؟ احنا بالكويتي يعني خاصه لما الناس يرجعون من البر يسمون احنا كنا نسميه مشق. فشلون الناس الحين تفرق ما بين مثلا هذه الحاله عباره عن مجرد تهيج بالجلد؟ صحيح. او مشق او جرب. صحيح، المشق تحس ان الجلد كله حمر، بينما الجرب تلاحظ في اماكن بين الاصابع بالرزق بالأم معها تقيحات؟ لا، في حبوب صغيرة، بس في حبوب صغيرة وتحس في خطوط حواليها. طبعا هي أكثر شيء يميزها مو الحبوب ولا شيء، الحكة بالليل. هي ما ينامون، اللي هال ما ينامون، عندك مثلا أكثر من طفل قاعد يحك بالليل. فعدد تعدد هذا معناته أنها معدية. معدية طبعا. هو الجرب وباء، يعتبر وباء. احنا لما نقول وباء يعني ينتقل، بس إن نسجله كوباء لازم ريكورد مسجل، حالات مثبتة علميا، وزارة الصحة عندها عدد كافي من المصابين.
مصابين؟ بكل صراحة ولكن موسمي دكتور. موسمي احنا نقول ممكن نقول عنه موسمي ما نقدر نقول عنه وباء الا اذا كان عندهم عدد كبير. اليوم احنا نتعامل بكل شفافية في وسائل الاعلام دكتورة نورة إيه؟ يعني بكل صراحة يعني هم تم رصد مثلا حالة او حالتين او ثلاثة او حالات معينة بكل. نشوفها يوميا نشوفها إيه؟ احنا نشوفها يعني احنا بس في ما تسجل على انها التسجيل عن طريق وزارة الصحة. انا اقصد فإذا نفت خلص ما نصنفها انها مثلا وباء. الوباء تحتاج الى نسبة اكبر. عادة الجرب يعني عالميا يصيب 100 مليون شخص بالعالم فيعني عدد الناس اللي فيهم جرب عدد كبير ولكن هو مرتبط بالاحتكاك المباشر مرتبط باللو هايجين اللي هو عدم العناية الشخصية عدم النظافة الشخصية فهذه الشغلات ننتبه عليها احنا بس هي موجودة ومنتشرة بالعالم كله واحنا نشوفها بالأطفال كثير عادة فئتين من الناس اللي تصير فيهم الجرب أكثر صغار السن وكبار السن ليش؟ فأكيد مش معنى؟ لأن العناية الطفل مثلا يلا تسبح صعب أنك تتحكم في عنايته الشخصية وكبار السن بسبب يخافون من البرودة من المرض وكذا هذا فيقعدون يومين ثلاثة أيام وكذلك راح تشوفه أكثر في دور الرعاية يزيد عندهم أكثر في عندك الحضانات يزيد عندهم أكثر فعشان كذي المدارس فأكيد أكثر الجرب اللي صار بالمدارس جميل جدا أي فهو عادة يطلع من جسم الإنسان ثلاثة أيام يقدر يعيش برا الجسم الإنسان ثلاثة أيام فإحنا جميل. عشان كذي لازم نحرص إن ننظف يعني الأم لازم تغسل على طول الملابس تحاول تنظف الفراش تحطه بالشمس يعني العادة هذه حلوة كانت سابقة قبل إيه يحطون إنه يحطون الفرش كلها بالشمس أساس إنه تموت العثة تموت الحشرات الموجودة فيها الحين ما تشوف احد اصلا يفتح الدريشه ويبي الشمس كله شتر وكله فلازم ان نحط الفرش برا بالشمس بيوتنا الحين مثل ما يقولون ما فيها حوش ما في شمس بالمره فهذا خاطئ فوق السطح اي وانا اقول لهم اذا انت مدلع نفسك شو تديها اللاوندري خليها تروح المغسله تغسلها وردي حطيها مره ثانيه عاده اذا حرصت الام ولاحظت اكثر من طفل عندها مصاب لازم تنتبه يعني شو الحكه هذه جميل جدا دكتوره نور صيلي اليوم كقطاع صحي في دولة الكويت إذا لا سمح الله مثلا وصل لنا مثلا هذا الموضوع ووصل إلى مثلا أنه بشكل كبير مدى استعدادات باعتقادك مثلا القطاع الصحي للتعامل مع هذا المرض هو عادة العلاج كريم مجرد كريم موجود بوزارة الصحة بكثرة وفي سنوات تنتهي صلاحية الكريمات والسبب أنه ما في حالات كثيرة لا تنسى الناس الحين تهتم وايد بالنظافة العامة عناية شخصية موجودة الشخصية. فيعني كنا بوزارة الصحة يعني وايد اكسبايرد تنتهي صلاحية الكريم وأنه ما حد يستخدمه فممكن ما أقول لك أنه في مرحلة مراحل ممكن يكون عندك حالات أكثر من مطلوب وطبعا لا تنسى في أطباء أصلا مشافي المرض يعني انا في زملاء عندي عمر ما شافوا المرض ولا عمر شافوا واحد مصاب بالجرب جميل انت قلتي قبل شويه انه مثلا ينتقل هذا المرض مثلا من الانسان للانسان ولكن عندما تصاب بعض الماشيه بالجرب هل تتوقعين ان هذه ايضا تصيب الانسان مو نفس النوع هو عندهم جرب خاص فيهم ولكن جرب الانسان ما ينتقل الى الانسان جرب الإنسان الإنسان ما ينتقل. وحتى الانسان لازم يكون انتمت يعني لازم يكون احتكاك مباشر وقوي يعني مثل الأم لما تحضن طفلها زوج وزوجته يعني لازم يكون احتكاك مباشر احتكاك ملامسة أو ملامسة مثل استخدام بالجنة. أشياء صحيح. شخصية كفوطة وغيرها من هذه الفوطة والفراش هم أكثر شيء راح يكون نصيحة اليوم تقدمها دكتورة نورة غير موضوع مثلا أن نعرض ملابسنا وأغراضنا الشخصية للشمس أهم شيء بالأطفال وكبار السن نقصص أظافرهم على طول نقص شعرهم على طول نحاول نعطيهم حمام مرة في اليوم أو مرة كل يومين العناية الشخصية أهم شيء أهم حتى من العناية بالمتعلقات الشخصية جميل جدا دكتورة نورة الصليلي استشاري الأمراض الجلدية البورد الكندي شكرا جزيلا لك حياكم الله شكرا. فرصة سعيدة